في ظل هذه التطورات، ترأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في لبنان. للمزيد حول هذه التطورات من بريطانيا تنضم إلينا من لندن مراسلة المشهد براء العزاوي. مرحبا بك براء. ما الذي جاء في اجتماع لجنة الطوارئ الذي قرأنا عنه في الصحافة؟ نعم آسيا، يعني إذا يترأس وزير الخارجية البريطاني اجتماع للجنة الطوارئ، طبعا من ضمنه أعضاء في وزارة الخارجية الذي جاءوا فيما بعد ببيان حكومي يتكلم عن ما هي الاستعدادات التي ستتبناها يعني وزارة الخارجية خاصة والحكومة البريطانية ضمن هذا التصعيد. ويقول وزير الخارجية سواء ضمن الاجتماع أو في بيان الحكومي بأنه يجب أن تدرس بريطانيا كل الاحتمالات لأن الوضع قد يتدهور وبسرعة. وحث يوم أمس طبعا بعد حديثه مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وأيضا اليوم على حث الرعاية البريطاني في لبنان على مغادرة لبنان فورا، وطالب أي شخص يعني أي من الرعاية البريطانيين أن لا يتوجهوا إلى لبنان في ظل هذا التصعيد. وطبعا هناك أيضا كان أعضاء من كبار المسؤولين من الحكومة البريطانية ومن الدبلوماسيين الذين يريدون أن يتأكدوا بأن لن يحدث أو لن يتكرر سيناريو إجلاء الرعاية البريطاني من أفغانستان عام 2021، لن يحدث هذا في لبنان في حال تدهورت أو تسارع تدهور الأوضاع في المنطقة. كان هناك حوالي 600 جندي ذهبوا إلى أفغانستان لإجلاء الرعاية آنذاك، ولذلك يعني تريد بريطانيا أن تتخذ كل لربما السيناريوهات أو المحاولات في يعني أسرع وقت ممكن. يذكر أن هناك سفينتين بحريتين في قبرص في القاعدة الجوية الملكية في قبرص، كان هناك عدد كبير من الجنود ولكن تم سحبهم خلال الأسابيع الأخيرة. تعتبر بريطانيا بأنه يجب أن يكون هناك تكثيف جديد لهؤلاء الجنود في تلك القواعد، وعليه يجب أن يكون هناك استنفار وتجهيزات كاملة. طبعا وزير الخارجية البريطاني يعتبر بأن هذا التصاعد أو هذا يعني التدهور على حد وصف وزارة الخارجية يجب أن يكون هناك يعني محادثات أو مفاوضات دبلوماسية، ولذلك كان هناك محادثة بينه وبين رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي. ولكن يعني الأهمية بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية وزير الخارجية البريطاني أن يتم أن يعني يغادر جميع الرعاية البريطانيين الأراضي اللبنانية، ولذلك كانت هذا على رأس يعني مطالباته سواء على لسان وزارة الخارجية أو وزير الخارجية. ولكن قد يكون هناك المزيد من لربما التصريحات على لسان رئيس الحكومة أو أعضاء في الحكومة البريطانية. حتى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية سوى من وزير الخارجية البريطاني، وقد يكون هناك لربما يعني أمور قد تتوضح أكثر في الساعات القادمة. وحتى هذه اللحظة يعني لم يصدر أي شيء آخر من قبل الحكومة. شكرا جزيلا من لندن براء العزاوي مراسلة المشهد من هناك.